ثروة الملياردير عزيز أخنوش ترتفع بشكل كبير في سنة 2021. بلغت ثروة أخنوش الملياردير المغربي 2.2 مليار دولار أمريكي، لينضم بذلك لقائمة أغنى أغنياء العالم حسب مجلة فوركس لعام 2022. ومن المعروف أن عزيز أخنوش جمع ثروته من قطاع المحروقات والكيماويات والاتصالات، بالإضافة إلى مجال العقارات من خلال مجموعة أكوا القابضة. ويشار إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن ذلك لم يؤثر في نمو ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنوش. وينتمي أخنوش لأسرة تعتبر من أغنى الأسر الأمازيغية الموجودة في المغرب، وهو حاصل على شهادة الإدارة عام 1986 من جامعة شيبروك بكندا، وركز في دراسته على إدارة الأعمال، واستلم إدارة شركة أكوا القابضة التي أسسها والده ليصبح الرئيس التنفيذي لها، وطور من استراتيجيتها من خلال التداول في النفط والكيماويات بواسطة شركاتها الفرعية أفريكا غاز ومغرب أكسجين. وعمل عزيز أخنوش على توسيع نطاق الأعمال التجارية، وقرر المغامرة بمجموعة أكوا في قطاعات التطوير العقاري وإدارة الفنادق، وأصبحت من مجرد شركة تسيطر على قطاع النفط في البلاد إلى مجموعة تجارية كاملة لديها 7 شركات فرعية عديدة في مختلف القطاعات. ولم يقتصر عمل عزيز أخنوش في مجال الأعمال فقط، بل في عدة نشاطات سياسية إلى جانب حنكته في عالم المال والأعمال. فبفضل قربه وصداقته مع الملك محمد السادس، حظي بثقته المطلقة وإيمانه الشديد به، فتولى في عهده مجموعة من المناصب السياسية مثل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري. وفي عام 2007 كان عضو في حزب الاستقلال، وشغل منصب الأمين العام لحزب الأحرار. وذكرت مجلة فوركس العالمية أن أغلب أثرياء العالم مؤخرا شهدت ثروتهم تراجع ملحوظ، إلا ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنوش بجانب جيف بيزوس الملياردير الأول في العالم وصاحب شركة أمازون، والذي استفاد من الوضع العالمي وزود أرباحه عن طريق التجارة الإلكترونية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.